أعطيكم بعض المعطيات على قطاع الصناعة. بداية نرد على الزميل نائب على ولاية عنابة للتدخل تاعه ناشد إلى الحفاظ على مركب الحجار. مركب الحجار بطبيعة الحال كلنا مهتمين به. بنعطيكم معطيات من السنوات الأخيرة. عاودنا جدول المديونية تاعها 122 مليار دينار، زدنا لها قرض جديد طويل المدى من لفني 23 مليار دينار في انتظار تجسيد فعلي للشراكة اللي راهي تناقش فيها مع شريك أجنبي.